الله يا عادل، صور عيلتكم حلوه قوي، فظيعه فظيعه. عارف بتفكرني بايه؟ ايه؟ بتفكرني بالقطيع. وانتوا برضو صور عيلتكم جميله، فظيعه فظيعه فظيعه. عارفه بتفكرني بايه؟ ايه؟ عارفه الشراب المقطوع اللي كان ضاع مني من فتره طويله كده؟ ماله؟ مش لقيته امبارح الحمد لله. لقيته. ومين ده يا بابا؟ ده ايه ده؟ الصورة دي ايه اللي جابها هنا؟ انا كل ما ارميها ترجع لي تاني ولا ايه؟ يا سناء ازيك؟ الحمد لله كويسة يا حبيبتي. الصورة دي بتاعت بابا وهو صغير لما كان بيستحمى في النافورة بتاعت الحديقة الدولية. طب يا بابا، هو انت ليه كنت بستحمى قدام الناس كده؟ لا يا حبيبتي، انا كنت بوري يعني الاطفال ان الحمى دي حاجة كويسة جدا، لان انا كنت قدوة بالنسبة للاطفال كلهم يعني. طب ما تاخدنا انا وماما نروح نستحمى هناك؟ لا، ماما ممكن يجي لها برد من الحديقة الدولية. عادل، مين ده يا عادل اللي ماسك عصاية ده؟ ياه، دي كانت ايام. ده جدي، وكان على طول بيضربني بس انا ما كنتش بسكت له. يا سلام، كنت بتعمل له ايه بقى؟ كنت بجري منه على طول. الله يرحمه بقى. الله يرحمه، ده ايه؟ ربنا يديله الصحة وطولة العمر. يا سلام يا سلام، ده عامل زي الفرس الرماح. فرس رماح ايه؟ هو لسه عايش؟ امال بقاله فترة طويلة ما رنليش يعني. معلش يا حبيبي، ما انت عارف ان هو بيتنقل من بلد لبلد، وبقاله 5 سنين دلوقتي في المغرب، والدقيقة غالية موت. دي غالية ايه؟ ده كان بيرنل انا اللي كنت بكلمه يعني. دي ايه يا ماما؟ ماما، هو ليه جده مش عايش معي؟ بكره براءة الاطفال، بكرهها. اهلا وسهلا بيه حبيبتي في اي وقت. اهلا وسهلا بيه فين؟ يعني هتديني نص السرير بتاعك ولا ايه؟ جراي عادل، هو جدي ولا جدك؟ اهو نفرشته في المطبخ. مطبخ؟ مطبخ يا حبيبتي يا بواقي الاطباق انتي؟ ده انا ابويا بيشتغل بقاله 55 سنة بره، يعني يوزننا كده ذهب. يوزننا ذهب؟ الا ما شفنا منه ربع كيلو ذهب، تمن كيلو ذهب. هو بس يا ماما كلامه خلاص، ولا هو زعلان منك مثلا وبيعاقبك؟ ابويا عمره ما قصر معايا، ده دخلني مدرسة الابجدية بنات، احسن مدرسة في الكفر. قصدك بقى الابجدية حروف مش بنات يعني؟ لعلمك بقى، جدنا ده كان بخيل جلده، ده على كده عنده ملايين مولفه. فعلا ملايين مولفه على بعض، يعني تلاقي الجنيه مولف عن نص جنيه، ويعني مثلا الجنيه عمره ما يقول له النص جنيه يا نص جنيه يا مهربد، ولا مثلا نص جنيه يقول للجنيه اللي مالكش قيمه. لا 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 لا، ملايين مولفه على بعض، مش كده ولا ايه؟ بتقوله ده، انا اقصد اقول ان هو حلو كده وماسك نفسه. يعني انا اقصد اقول ان في الصوره اللي انا اديتها لك دي كان عمرك 12 سنه وهو كان شكله كبير، معناها ان هو دلوقتي معدي السن يعني وبقاله خطوه و... انت قصدك ان فاضله سلمه يعني؟ يا رب يا رب، ابني له دور زياده في الجنه ان شاء الله يا رب يا ماما. وانا حاسه ان جدي تعب من السلم وتعب من هنا ومحتاج يريح شويه هناك. يا حبيبي يا بابي، يا رب يديك الصحة وطولة العمر ياللي ماليش غيرك في الدنيا. ما هو واضح اهو يا ماما ان ربنا مديله الصحة، احنا عيلة معمرة، واضح انها بتعيش لأتفه الأسباب. ايه، المهم يعيش براحته ان شاء الله يعني، وربنا يديله الصحة وطولة العمر وكل حاجة، بس يعيش مستقل يعني بعيد عننا يعني. تفتكر انه هيعيش في الزريبة دي؟ ده لو بابي جه، لو جه مش هيقعد هنا ابدا. لا لا لا، ده هيبني له قصر زي بتاع فيلم العار كده. أنا ما بحبش الفيلم ده، الإخوات بيتخانقوا فيه بسبب رؤى. لا، هما ما اتخانقوش بسبب رؤى، هما اتخانقوا بسبب إن حسين فهمي ما كانش عايز ينزل المية بالليل لو تفتكروا الفيلم يعني، وكان بردان وجات له رعشة كده أهو، وخايف بقى تقريبا من اللي هو الأسماك المتوحشة اللي في المية، مع إن ما فيش أسماك متوحشة يعني في اسكندرية خالص يعني. وبعدين السباحة هو كمان أكيد ما كانش بيعرف يعوم كويس، عشان كده يا ياسمين بقول لك لازم تهتمي بدروس السباحة. يعني هشترك لي في النادي؟ ها؟ هشترك لي في النادي؟ هو انتوا طبخين ايه النهارده بقى يا ماما؟ انا مش شامم ريحه شياط ولا حاجه النهارده يعني. بابا، هتشترك لي في النادي؟ يا ياسمين، ما انا اشتركت لك في المدرسه، انت عايزه اشتراكات وخلاص؟ هتعملي ايه بكم الاشتراكات والكرنيهات اللي هتمشي بيها في الشوارع دي؟ ما فيش اشتراك في نوادي، هو المدرسه كفايه كده. يا حبيبي يا بابي. ماما، الطفله المعجزه. السلام عليكم. اهلا
عليكم السلامة دولة. يلا ايه اللي بيضحكك كده؟ امسك يا عم جالك جواب يا دولة. يا سلام، ربي زغزغك قوي يعني يخليك تضحك قوي كده. هتقعد تقرا دلوقتي وتعرف وتعرف. ولا رمزي انت قريت الجواب ده ولا ايه؟ ايه دولة عادي يا عم، وبعدين مش انا هنا هو يعني بمثابة ابن عمك. بمثابة دي الكلمة دي مش بتاعتك، أكيد قريتها في الجواب، أنت أول مرة النهاردة تقول بمثابة دي. يا دولة يعني بمثابة يا عم، يعني كأن مش شيئا لم يكن يعني.